جغرافية خلتك قسيمية في بلد ايوه مسلم، أهلك ايوه كانوا الحمد مسلمين، لله وبالتالي صرت مسلمة. ما في حاجة اسمها الحمد فطرة، لله، لأنه لو كان فطرة كان الله فطر كل الناس على وجه الله الأرض. لما يثبتنا يا تروحين على اختي. اليابان تلاقين الناس ما تعرف عن الإسلام شيء، تروحين لأقصى الشمال السويد بتلاقي الناس ما ايوه تفهم شيء عن الإسلام، وهذا دليل ايوه على إنه الإله هذول من هم كان ذنب؟ إله محلي، هذول إله محلي هذول من بعث هم ذنب؟ لرجل عربي وبس، يعني ذاتس إت. حتى الإله ما، يعني شوفي، ما تحسينه غير عادل إنه الإله يتحدث باللغة العربية استغفر الله. والتواصل بالصلاة باللغة العربية، وتدرين الناس كيف ايوه they get struggle، فاهمة معاناة الغير عربي، يتعب على بال ما يقرأ القرآن ده. تفضلي هو دانيال. آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم كان عربي، قبله فيه أنبياء غير عرب، وهذه طيب من حكمة الله اذكركم سبحانه وتعالى، وإلا لما فرق الإنسان عن الحيوان. اي بكل بساطه، انت شبهتي الدكتوره قبل شوي، قلت لها ايش فرقك عن الحيوان؟ لا نعم، الدكتوره وش بعد ما فرقي صارت، أنا طيب وش فرقي عن خليني الحيوان؟ إن الله أجاوب، أعطاني عقل، خليني صح ولا أجاوب. لا؟ أنا بلاش بلاش عموما تسيبيني الإنسان، أنا تزرعين، أقصد ما بصغر الإنسان. عيالك، ماني أنا بصغر عيالك، اسمعي اسمعي عشان اسمعك، اوكي؟ ماني بصغر طيب، عيالك، هذا اول شيء. انت شبهتي الدكتوره وأنا قبل أصغر شوي، قلت لها عيالك، انت وأنا أصغر حلو؟ عيالك. ما انت بصغر عيالي، لكن احترميني طيب عشان احترمك، اسمعيني الحمد واسمعك، لله حلو؟ يا رب لك الحمد، ديني علمني إني قلت أحترم للدكتوره الآخر حلو، حتى لو كان خطأ. اذا ما تعرفين التربيه بهذا العمر فروح تربي مره ثانيه من اول جديد، تمام؟ هذا اول شيء. ثاني حاجه شبهت الدكتوره وقلت لها انت ايش فرقك بينك وبين الحيوان؟ اوكي؟ الدكتوره بعد ما كفرت بالله صارت انسان، لان الاله يقول وش هو اله ومحمد، يعتبرون ان هي عبده، انهم عوام عندكم، تمام؟ وكذلك حمود يقول انها كالكلب والحمار في قطع الصلاه، حلو؟ والاله يقول اضربوهن. فبعد ما كفرت هي صارت انسانه، ولكن قبل ما تكفر وتعمل وانت الحين مؤمنه بالله، انت وش فرقك عن الحيوان ولا العبد؟ ولا شيء ولا شيء، لانك عوام عند زوجك كالعبد، يعني بكل بساطه. فاذا انت ما تعرفين التربيه وتسكتين، حلو، وتحطين ميوت شويتين عشان تسمعين ونسمعك، فانا هنا ماني محتاج اني ارجع اعيد واربيك، لا انت ولا غيرك، سواء كنت انت او كنت انت، ما امي دخل فيك. اذا انت ما تعرف التربيه وما تعرف تحط لسانك في حلقك عشان تسمع واسمعك، حلو، فانا عندي استعداد اني اربيك من اول جديد هنا على البث، كان من كنت. اهلا ابو علي. اهلا وسهلا، هلا حبيبي ابو علي. مع الاسف مشكل انه الحوارات، في تفضل ابو المسلمين علي تفضل. دينهم ما علمهمش الأخلاق والتربية إطلاقا، هم مش متربين فعلا. شو واحد يطلع الواحد يقول له شو الفرق بينك وبين الحيوان؟ يعني انتوا اصلا شو الفرق بينكم وبين الحيوان؟ انتوا بتنكحوا، عندكم كتاب اسمه فقه نكاح البهيمة، بتنكحوا البهيم. المايك مفتوح عندك، اي سوري. تفضل يا عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. عبد الرحمن، عادي اسالك سؤال؟ تفضل، الحين انا داخل بسالكم تسالوني، يلا تفضل. اي بسالك بس، هل انت مقتنع بالاسلام؟ 100%. طيب اعتبرنا احنا ناس يابانية، اوكي، اعتبرنا ما عمرنا سمعنا الاسلام، حاول انه انت تقنعنا بالاسلام بشكل منطقي لو سمحت. طيب أول شيء الدين يبغى لك، عشان أقنعك فيه لازم يكون فيه فقهاء متعلمين ودارسين في الفقه عشان يقدر يناقشك علميا في مسألة الدين. هذا إذا أنت تبغاني أقنعك في مسألة الدين، لكن أنا كشخص عادي مفترض أني أعرف أساسيات الدين والعبادات، مو بضروري أني أنا أتفقه في الدين عشان أقنعك. أنا ماني بداعية ولا اني داخل هنا على اساس انه انا اصير داعيه واثقفك واثقف غيرك او حاجه زي كذا. فالسؤال غير منطقي انك تسال شخص اساسا ما هو يملك المعلومه الكامله في الدين. انا شخص عادي زي اي واحد يتبع ديانه معينه يفهم اساسيات دينه الاساسيه، اللي هو من وجهه نظره انها هي توصله للغايه اللي هو يبحث عنها. لا يا مساله صديق انه عبد الرحمن، ما السؤال؟ مش هيك، انت ورثت الاسلام والا لا لا تجي بحثت لا تقول واخترت؟ لا لا لحظه لا لحظه لا 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 مو لحظه كذا، واحده لا لحظه تجي واحده تقول لي انت لحظه ورثت، لا لحظه انا تعمل بسال، طريقة انا ورثت. ما قلتش، انا بسال، انا ما كملتش انت السؤال. تقول ورثت، انت قلت ورثت، لحظه خليني اكمل السؤال. طيب انا ما ورثت. هل انت ورثت الدين الاسلامي ام بحثت فيه واقتنعت؟
يا سلام عليك، لما تيجي تقولي أنت هورث معناته أنه أنا بس أصلي وأصوم وأنا ما أدري شو السالفة. طيب أنت بحثت واقتنعت؟ أنا إيه مقتنع جدا. سهلة، طالما أنك بحثت واقتنعت أقنعني عشان أصير مسلم زيك. يا سلام عليك، أنت أقنعني ليش أنا لا أنا بقنعك بإيش؟ أنا ما عنديش دين، أنا زنديق، أنا زنديق، زنديق ما عنديش دين، أنا ما عنديش دين. أنت ما عندك أنت دين. أنت أنت مش بحث، أقنعني أنت مش بحث واقتنعت. الحين أنت تقول، أنت تقول أقنعك بالدين. طيب أنا بسألك نفس السؤال، أقنعني ما في دين. أنا ما ادعيتش. أنت تقول ما في دين. في المنطق، طيب طيب لحظة أجاوب، في المنطق عبء الإثبات يقع عليك أنت. أنت يا نبي محمد ادعيت أنك نبي. خلاص أثبت لي، أثبت لي، أثبت لي أنه نبي، أعطيني أدلة النبوة. أوكي. مش أنت بحثت فيها وعرفها؟ لا أنا ما أنا قلت لك من أول ما بديت الحديث، قلت لك أنا لست فقيها في الدين. أنا ما أتكلمش على الفقه، أنت قلت لي أنا ما ورثت الإسلام ورحت بحثت. انت بحثت، مش انت بحثت، مش قلت لي بحثت، بحثت المعلومات الاساسيه اللي توصلني للغايه اللي انا ابغاها. شو يعني بحثت كم صليت؟ وده مش بحث يعني، دي معلومه، دي مش قناعه. كم صليت وكم يوم صوم وكم زكاه وكذا، دول معلومات. ده مش بس المعلومات الاساسيه اللي توصلني للغايه اللي انا ابغاها. وايه الغايه؟ الغايه اني انا اروح الجنه طمعا. يعني طمعا أنت لا تعبد الإله حبا، أنت طمعا يعني. أكيد كلنا نطمع في رحمة الله أنه يدخلنا للجنة. طمع يعني. أكيد أطمع في الله سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة. لعن الله أبوك أنت يا أخي. يعني لو الله لو الله قال لك أنه زواج الصغيرات يدخلك الجنة راح تتزوج صغيرة. أكيد الإله يأمرني باللي بالأمر الإله هو طاعة إلزامية أني أطيع فيها. كيف عرفت؟ ما دليلك أن الله أمرك يعني؟ ما دليلك؟ دليلي أدلة كثيرة. أعطيني مثلا أدلة معجزات ذكرت في بتاريخنا كله. المعجزات في أنت شفت شيء؟ شفت معجزة أنت؟ مرت عندهم معجزات. أنت شفت معجزة النبي محمد؟ ما هي معجزة النبي محمد؟ ما أنت إذا على أنت شفت، أجل أنا بسألك سؤال تاريخي وبقول لك، شفت هتلر يوم يقتل اليهود؟ شفت. شلون شفت؟ عندي فيديوهات وعندي كتابات بخط يد هتلر وعندي وثائق وعندي طيب أدلة تاريخية. أنا عندي روايات أحاديث وعندنا آيات قرآنية ذكرت. شو تبيني أعيش في الماضي والحاضر؟ يا عبد الرحمن، عندنا ناجين، يعني عندنا ناس نجت من هذه الحرب. طيب ما قبل عندنا الحرب. صور، عندنا وقائع، عندنا طيب أدلة، عندنا أدلة أركيولوجية تثبت إنه هذه الحادثة وقعت. يا عبد الرحمن دقيقة بس، ما في مشكلة، أنت دكتورة يعني تتكلمين بالمنطق. إي عبد الرحمن، بس والله بسمعك عشان أنا أصلا رحت وجيت. الحين أنت الحين قلت إنه في معجزات، صح ولا لا؟ صحيح. طيب الحين كمان ال 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 الهندوس إلههم كريشنا هم يدعون إنه يمتلك معجزات جدا كثيرة، يشفي الناس من أمراض يعني غير قابلة للشفاء، أن يحيي الموتى، عندهم قصص جدا كثيرة مكتوبة في كتبهم. طيب طالما المعيار بالنسبة لك المعجزات، طب هم كمان يدعون إنه عندهم معجزات، هل معناته إنه إلههم الإله اللي خلق الكون؟ أنا ما جيت أعارض ترى على وجود إله ولا موجود. أنا ما جيت أعارض على وجود، عفوا، ديانات. أنا جيت أعارض على عدم وجود إله. الديانات أنا لست فقيها عشان أناقش أي. هم بيقولون إلههم خلق الكون. أنا داخل القصة. هم بيقولون إن إلههم خلق الكون، وبيقولون إنه إلههم يمتلك معجزات. يعني هم لا تغير، أنت لا تغيرين الحوار. الحوار أنت تتكلم. أنا ما أغير الحوار، بس أنا بس بحاول. جبتي لي دين ثاني وقلتي لي. أنا بحاول يعني ديسمنتل الفكرة اللي أنت بتقول. الحين أنت قلت إنه المعجزات دليل على وجود الإله، صح؟ صحيح. المعجزات اللي بي طيب الهندوسيين بيؤمنون إنه هناك كمان معجزات رسلت يعني لهم، ومؤمنين بإلههم كريشنا، عندهم كتب، عندهم تاريخ يقول إنه هو كمان عنده معجزات يشفي. هذا شأنهم يا دكتورة، أنا نقاشي مو بالدين، هم يملكون دين. أنا هنا أنا هنا أنا شخصياً بس عشان كمان الفكرة عليك بشكل أكثر، أنا هنا شايف دين المسلمين يدعون المعجزات. أنت كفرتي بالدين صح؟
خلني أكمل لك الفكرة عبد الرحمن. لا أنا بسألك السؤال، أنت كفرتي بالديانات. أنا بس بوصل الفكرة، أنت بس يعني عبد الرحمن ليش ما تخلوا للشخص يبني بناء منطقي يعني وفكرة متكاملة؟ تفضل دكتور. أنا بس بحاول بقول إنه أنت بتدعي شيء وبتدعي معجزات أنا ما شفتها ولا 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 أعرفها، وما هي ما هي تنجبل يعني، ما هي حاجات محسوسة. الديانات الأخرى زي الهندوسية وغيرها يدعون كذلك في كتبهم في تراثهم أنه عندهم معجزات وأن إلههم صانع الكون. أنا طيب. هنا عندي ناس كل مجموعة تدعي أنه إلههم هو الذي خلق الكون، فبالتالي أنا أحتاج لدليل قاطع، دليل دامغ، دليل يستطيع أنه أشوفه، دليل أقدر أختبره، دليل أقدر أحطه تحت على الأقل أدلة المعرفية اللي عندي حاليا كالعلم وغيرها. فأعطيني دليل قاطع، دليل واضح ولو يعني أدلة موثوقة وموضوعية عشان أستوعب الكلام اللي تقوله فعلا هل هو حقيقة ولا هو مجرد تلقين وبس. يعني أنت بصدفة تاريخية، صدفة جغرافية جعلتك مسلم لأنه أبواك مسلمين، هذا بس بكل بساطة. تفضل يا عبد الرحمن. أول شيء هذه نعمة أن أبويني مسلمين وأخذتها وراثة، إذا أنت أخذتها كوراثة. يا داني ما في هذا كلام مرسل يعني، كلام مرسل يعني ما يا أخي بتقول كلام مرسل. أنتم الحين ليش الكلام؟ طيب سؤال الحين، أنت أنا تركت الدكتورة تتكلم بجميع اللي تبي تقوله، لما إحنا نتكلم بوجهة نظرنا ما تحترمونها، على طول تتهكمون، تتوترون، تزعلون. أنا سبتك، أنا شتمتك، أنا شتمتك. ما شتمتني، بس تقول هذا كلام مو منطقي. ما لا ليش تقول ما تحترمونها يعني؟ ليش تقول ما ليش تتهمني؟ شو ليش تتهمني أني أنا ما احترمتك؟ شو اللي قلته أنا؟ خلني أكمل. أنا بس مجرد قلت الحمد لله أن والديني مسلمين، زعلت أنت ملقن، ما لا تزعل. زعلتش ما زعلتش، هذا قلت لك هذا كلام مرسل، رد على الفكرة عقليا كلام يعني. مرسل. طيب أنا بداية حديثي مثل ما مداني أقول كلمتين اللي تقول كلام مرسل. أنا قلت أول شيء أحمد الله أن والديني مسلمين، هذا أول شيء. الحين برد على الدكتورة، الدكتورة طرحت أسئلة وأنه أقنعهم. أنت أول شيء أنا ماني ملزوم كشخص أني أقنعك بنفس الدليل اللي أنا مقتنع فيه، لأنك أنت أصلا رافض الدليل اللي أنا باني عليه حياتي. أنت رفضته، انت رافض القران، رافض الحديث، فكيف اقنعك؟ انا هذا دليلي، مقتنع ان هذا الدليل المنطقي، انت تشوفين هذا دليل مو منطقي، فمن وين اجيب لك دليل اخر؟ طيب يا عبد الرحمن، انت دليلك هو القران. طيب انا عندي كتاب، انا الان ادعي، انا ابو علي ادعي انه عندي كتاب وانه يا عبد الرحمن مكتوب فيه انه من عند الله، هل تصدقني؟ لا ما راح اصدق. لا ما راح اصدق. ليش؟ أنت دليلك مكتوب داخل الكتاب وأنا دليلي مكتوب داخل الكتاب اللي طيب. تبعي طيب. أنا ليش؟ أنا بكلم. طيب أنت سألتني بجاوب. وأنا رسول الإله تبعي وإلهي اسمه عفركوش. أنت تبين تصدق وأنت أصلا تتهكم؟ لا أقسم لك، أقسم لك، أقسم لك والله ما أتهكم. أنا عندي دليل وإلهي اسمه عفركوش، شلون تبين أصدق كلامك؟ الفكرة باختصار هو بس بحاول يشرح لك أو يبسط لك فكرة المغالطة الاستدلال الدائري مع دكتورة. لا يتعامل معنا كل شيء يحتاج تبسيط. احنا ناس عبد الرحمن. لا دكتورة اسمعيني للنهاية عزيزي، والله بقول كلمة لثاني ثاني مرة في كل مداخلة تقولين نبسط الفكرة. احنا ترى ما نحتاج تبسطون الفكرة لنا. لا انا انتم اللي تحتاجون تبسيط فكرة عشان يوصل الفكرة. بس خليني اشرحها، طول بالك معي. الفكرة باختصار انه هو بس بيحاول يشرح لك انه انت تقول كلامك، انت الحين ختمت مداخلتك فقلت انت المشكلة، انا عندي دليل كتابي، دليل علمي ومنطقي، بس انت ما انت شايفته منطقي، فبالتالي حاب انه ابو علي يشرح لك انه الحين هذه مداخلتك ارتكبت فيها مغالطة منطقية، استخدمت طيب. استدلال دائري. طيب ايش يعني استدلال دائري؟ لا عشان ما يضيع. عبد الرحمن فاهم ايش يعني استدلال دائري ولا حابب انه يشرح لك؟ لانه الحين لما هو قال لك انه الهي عفركوش كتب كتاب، هو بس حابب يشرح لك فكره المغالطه المنطقيه اللي انت ارتكبتها. طيب بس دكتور عشان ما نطلع من عشان ما افقد بس بما انك في نفس الحين، هو قال انه انا بنيت حياتي على دليل وهو عنده دليل، يعني ليش ما تصدق دليلي وترفض دليلي؟ أنا بقول لك يا دكتورة، بما أنك دكتورة البحوث متعددة، هل من المنطق أنك تقتنعين بجميع البحوث؟ لا عبد الرحمن، شكل الفكرة ما وصلتك يا دكتورة، خليني بس أجاوبي عشان الفكرة ما وصلتك. الحين المشكلة أنت جدا متحمس
لا دكتورة 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 أتحمس أنا طب بس عليك سؤال، استوعبت كلامي؟ قفلتوها علي عبد الرحمن، استوعبت كلامي؟ استوعبت المداخلة اللي قلتها؟ استوعبت الكلام طيب اللي أنت قلته؟ استني علي دكتورة للنهاية حتوصلين لنفس تفضل، النقطة. بس أباك تعيد الكلام اللي أنا قلته بس عشان أكون عارف تماما. بعيد الكلام. أيوه تفضل أنا أقول لك، هو الآن يقول إنه أنا عندي دليل وأنا قلت لكم دليلي ما يقنعكم لأنكم أصلاً من الأساس رافضين دليلي. فهو يملك دليل اللي هو يعني تهكم فيه وقال انه انا عندي دليل. لو قلت لك ان هذا والله دليل مش بتهكم، اوصل لك الفكره بشكل ثاني. يا عبد الرحمن يا عبد بس الرحمن خليني اكمل والله انت واحده لحظه واحده، لا 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 كمل بس افهم الفكره وبعد كمل. والله خذ 5 دقائق وتكلم وما حدش يقاطعك. شوف انت دليلك مكتوب داخل كتابك اللي هو النص القراني. الهندوسي دليله مكتوب داخل كتابه اللي هو كتابه الفيدا. لحظه والله واحده والله لحظه واضح. واحده لحظه واحده لحظه واحده. الزرادشتي دليله مكتوب داخل كتابه اللي هو من عند أهورا مازدا، فهم علي؟ المسيحي دليله مكتوب داخل كتابه المقدس أنه من عند إلهه. اليهودي كتابه مكتوب داخل كتابه العهد القديم وهو التوراة. أنا كل حد يجيب لي كتاب ويقول لي مكتوب فيه أنه من عند الله أصدقه؟ ليش أصدقك أنت وكذبهم هما؟ ما الفارق بينك وبينهم؟ حبيت أوصل لك أن الاستدلال على صحة الكتاب من داخل الكتاب مسألة خطأ منطقي، مغالطة منطقية اسمها استدلال دائري. لأني أنا أقول لك كيف عرفت أن الكتاب من عند الله؟ بتقول لي كيف عرفت الله؟ تقول لي مكتوب في الكتاب أنه كتاب من عند الله. وكيف عرفت أن الله هو الذي أرسل الكتاب؟ بتقول لي لأنه مكتوب في الكتاب أنه هو من عند الله، وبتظل الدور داخل الكتاب ما تطلعش من برا. نقعد ندور في نفس الدائرة، فهمت؟ فهذه منطقيا في حاجة بيسمونها مغالطات منطقية. يجب لما أنا بطرح طرح منطقي يجب أنه أنا يعني يكون طرحي خالي من المغالطات المنطقية. الحين مداخلتك هذه كانت مبنية، أو الحجة أو الارجمنت اللي أنت قدمتها كانت مبنية على مغالطة منطقية، فبالتالي تصبح الكلام اللي قلته غير منطقي. طيب الحين أجاوب تفضل. أنا أعطيتكم المساحة كاملة تتكلمون، لا تخلوني كل ما قلت كلمتين وقفتوا ورحتوا وبديتوا لي سالفة من جديد. خلوني أوصلكم لنغاية فكرتي. الحين أنتم تقولون إحنا قاعدين ندور في نفس الدائرة. أنا أبي أسألك سؤال يا دكتورة. أنت دكتورة لما يجيك مجموعة بحوث، هل من المنطق تقتنعين في جميع البحوث؟ من المنطق بيجيني بحث ويحتاج هذا البحث أني أنا أسوي فيه مراجعة علمية، أخذ الأدلة المطروحة أمامي وأبدأ بسوي الاختبار بشكل جدا مستقل، وبعدها لو طلع المعطيات أو النتائج تطابق نفس الكنكلوجن الموجودة في الورقة البحثية، فبالتالي هنا برجع بكتب نتيجتي بقول أنا بعد الاختبار العملي اللي سويته والطريقة والمثد اللي مشيت عليه وفق الدراسة الموجودة تبين لي أنه هذه معطيات صحيحة وموضوعية، أو الفكرة صحيحة تماما. فأنا بعمل examination، بعمل اختبار، بختبر. إجابتك يا دكتورة مثالية. إذن إحنا نتفق أنه أنت تبني كل أشياءك على البحوث سواء إذا كانت علمية أو غير. الحين أنا أتكلم عن نفسي، أنا شخص على قولتكم في البداية أنه الموضوع وراثي. طيب أنا توارثت الدين وراثة، لكن لما عقلت ونضجت صار عندي بحوث أنا داخلية إيمانية. بديت أقرأ قرآن، بديت أقرأ أدعية، بديت أقرأ أحاديث رسول، بديت أشوف شيء أنا ألمسه، أنا أحسه داخليا، مو بشرط أنت تحسين فيه أو غيرك يحس فيه. أنا داخليا كعبد الرحمن أنا مستمتع في الأشياء اللي أنا أسويها، وقاعد أحس أنها تشعرني بالراحة بالأمان. في أشياء قاعدة تتحقق أمامي، هذا دليل بالنسبة لي يقنعني أنه أنا قاعد أشوف أن هذا ديني صحيح. طالما يقنعك أنت وتشوفه شيء تجربة ذاتية وشيء أنت بالنسبة لك منطقي، أنا ما عندي مشكلة. هذا اللي بنيت لما عليه كلامي من بس البداية دقيقة يا دكتورة. دقيقة والله عبد الرحمن بكمل لك عشان بس يوصلك الفكرة. العلاقة الأفقية هذه بينك وبين الله والتجربة الذاتية هذه
أنا ما عندي مشكلة فيها، أؤمن بما شئت، وش اللي بغيحك دويت. أنا ما أحب أصلا أدخل في المعتقدات الشخص، لكن لما بيجي هذا الشخص ويحاول أنه يعطيني هذا المعتقد الفردي، هذه التجربة الفردية، يعطينيها كحقيقة واضحة ومسلمة ومثبتة ومنطقية، أنا هنا ببدأ أتجادل معها عشان نعرف حرفيا هل النتيجة اللي أنت وصلت لها أو تجربتك هذه الذاتية هل هي منطقية ولا لا. فأنا ببدأ يعني أسوي نوع من التحدي واختبر كلامك، إذا طلع مو منطقي فبالتالي أنا بس حسوي له رول أوت، أو إنه خلاص يعني همحيه من الفكرة. هذا الشيء انت عبد الرحمن لو جيت وقلت الإيمان، لأنه شوف تفسير الإيمان، معنى كلمة الإيمان لما أجي أعرفها هو إيمان أو اعتقاد بشيء دون دليل. طالما تعتقد بشيء دون دليل أنا ما عندي مشكلة، ولو جيت عندي قلت لي هذا إيمان وماني ملزم بإني أعطيك دليل، أنا أقول لك حقك الطبيعي وهذا شأنك. لكن لما بتقدموا لي كدليل كطرح منطقي، فأنا أبدأ أحاججك في الطرح المنطقي لين ما نوصل لنتيجة واضحة. طيب دكتورة ماري، أنا أضيف على كلامك، وكلامك منطقي جدا، أنه إيمانك الشخصي اللي هو بدون دليل، وعلاقتك أنت بإلهك ولا حد يتدخل فيها، ولكن لما أنت تحب تفرضها كأمر واقع على كل المجتمع وتشرع منها، يصبح قناعتك الشخصية غير ملزمة لي أنا وللمجتمع. بس ما عنديش مشكلة أنا من أنك تصلي وتصوم وتعبد إله وتعبد حتى الحجر، على شرط أنك ما ترمينيش به وما تفرضوش على كل المجتمع كمنهج للتشريع. طيب. أنا بناقش الدين من هاي الزاوية، مش لأني بكره الدين ولا بكره إيمانك. لا، أنت ما ناقشت الدين من هالزاوية. لا 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 لا، أنا أناقش الدين لأنه نمط للمجتمع بدون دليل. أبو علي، أنت بالذات كلامك ما كان في أي منطقية من بداية القسط، وأنت تقول إلهكم ما أدري، والعياذ بالله تقول كلام، كل كلامك يعني حتى بلس 18. يعني انت تبي الشخص يحترمك، وانت كلامك كله انكح وناكح ومنكح ودائرتك كلها زينه. مين اللي ذكر كلمه انكح، انا ولا القران؟ انت القران ما قالش في الايه وفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثا؟ القران فصلها في زواج، في زوج وزوجته، ما فصلها في بهايم وفي بشر مالك علاقه ولا ما قالش وامراه خالصه للنبي، خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة وهبت نفسها للنبي خالصة لك. زوج يا ابني، امرأة ما اذهب روح اقرأ، ما امرأة وهبت للنبي بدون صلاة. الآية نفسها بتقول، الآية نفسها تقول النكاح، فهمت؟ تقول وإن امرأة وهبت نفسها للنبي. أنا كلامي مع أبو علي كل نقاشه، لما الحين يقول أنا ما عندي مشكلة في معتقداتك وفي دينك، انت جالس كل معتقداتي في دينك قاعد تتهكم عليه. اتحداك يا عبد الرحمن انك تثبت لي انه واجبات النفس في الزواج. اتحداك انك تثبت لي توا من دينك كله بمئات الكتب اللي عندك انه مئات الازواج واهبات النفس في الزواج. اثبت لي ان واهبات النفس هن زوجات. اثبت لي. طيب بالقران ما راح تصدق، منين اجيب لك؟ بالقران نفسه، روح ابحث امرأة وهبت نفسها للنبي هل هي زوجة أم لا؟ هي حل له دون المؤمنين، يعني هو الوحيد اللي يقدر. أنا أراد أن يستنكحها خالصة دون المؤمنين، يعني خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة وهبت. الوهب يا صديقي يكون بدون زواج وبدون مهر. طيب هذا الجواري كانوا في أنا بتكلم عن الآية خاصة بالرسول لم يتزوجها، والرسول في المرأة الجونية ذهب لها، وفي الحديث صحيح وأجيب لك المصادر الآن، وقال لها هبي لي نفسك. لا مسألة مصادر، ما مصادر، أنا قلت من بداية حديثي أنا لست فقيها في الدين عشان أجيب لك مصادر حديث صحيح عندك، حديث المرأة الجونية. أنا ما أحتاج أنك أنت جاي تشككني في ديني، أنا جيت أنا ما شكك، أنا شككت. أنا كلمت الدكتورة بالمنطق، أنت لما جيت تتكلم تقول أنا طيب. ما عندي، أنا مش منطقي زنديق، سلام عليك. أنا زنديق. شكرا لك. أنا قلت زنديق. هو اللي قال عن نفسه زنديق. أنا كافر وزنديق. أنا ما وصفت أي أحد هنا بأي وصف غير محترم. شكرا لك يا رحمن.
شكرا لك حبيبي. غنينا غناء طويل الليلة بست ساعات فاتت. أنت نزلت الدكتورة ماري؟ مش أنا حق. أعتقد ما نزلتها، هي اللي نزلت. أوكي. مع امرأة وهبت نفسها للنبي. يا أهلا وسهلا، تفضلي. حابة أوجه كلمة لك يا داني. شوف، متى راح تستوعب غلط كلامك وفكرك هذا؟ لما تنحشر بالقبر وتواجه ربك. أنت هنا بتعض أصابع الندم، تدري ولا ما تدري؟ دي الله روحي قبر اللي قبرت. دقيقة إبن حلقت كل زق السمك، ما لك دخل. بكل أدب، بكل أدب، بسألك سؤال. لا لا دخل، أنا أكلمك أنت، وجه كلام لك أنت، ليش يتكلم ذا المنحط؟ شي يبغى؟ دقيقة أنا بسألها سؤال. مرضى والله مرضى. هل لما قابل إلهك هل بقابله بديت؟ قابله بديت؟ ندخل علاقة؟ ما أسمع. هل لما أقابل إله بيكون ديت؟ يعني بطلع أنا وياه ديت؟ إيش دخل ديت؟ أنت مريض. أنت تقولي بتقابل الله، يعني أنت الحين جاي تعرضين علي الله؟ تبرك يا مريض، وش ديت؟ صح صح ديت، بطلع مع الإله ديت. أنت بنفسك أصلا أنت لا تقول الكلام هذا الغلط عن دينك، انت اصلا مو مقتنع، بس كذا تحب تهرج. لا إيه انت ولا المخاط ذا المريض، ابو علي ذا المتخلف اللي مدخل ام المايك بطيزه. يلا كل زق كسمك يلا. قلت امك ما ادري. شوف الاخلاق، شوف الاخلاق، شوف الاخلاق. هذه تربات عائشه، هاي تربات عائشه، ام المؤمنين. هيك ربتكم عائشه ام المؤمنين، رضاع الكبير ونكاح وغسل جنابة. هاي تربات نسوان عائشة، هاي تربات أم المؤمنين. هاي الشيء يا داني. داني أعطيني مواد، خليني أنا أختار هذه المرة. دقيقة. صراحة ما عندي يعني صراحة الدكتور يعني صراحة كان ودي أطلع لك أحد أخلاقه كويسة، لكن الوجيه اللي هنا تسد النفس. خليها هي عارفاهم يا داني، خليها. كويس. اخيرا دخلت. اخيرا تفضل دحوم، تفضل حبيبي. اول شيء السلام على اخوان المسلمين الموجودين في البث. يا هلا. ثانيا انا مستغرب ليش نقاشكم كله عن الاسلام، ليش ما تتكلمون مع المسيحيين عن كتابهم وعن اليهود وعن كتابهم؟ ليش متدخلين بس احنا مسلمين سابقين؟ لأن احنا مسلمين سابقين. يا عبد الرحمن انا الاسلام صح، انت حاب اللي حابه. عبد الرحمن بعطيك جواب. أهلين. انا بنت عايشه في مجتمع مسلم، عايشه في المملكه، الغالبيه مسلمين، المجتمع بنيتها اسلاميه، حياتنا دائما متعلقه بالاسلام. اذا حابه اتزوج حتزوج على حسب الاضنبه الاسلاميه، اذا حابه اشتغل واحسن من ظروف المراه في مجتمعنا مضطره اني انا احسن من مفاهيم الاسلاميه، لازم نجدد الخطاب الديني. حتى لما نيجي نتكلم على الطب، تخيل الطب في مجتمعاتنا احنا ندرس حاجه اسمها اسلاميك ان بايو اثكس، يعني حتى لمسألة الأخلاقيات المهنة الطبية أنا مضطرة أدرس Islamic rules. أنا ماني مضطرة، يعني تخيل طالب طب في جامعاتنا بيدرسون مادة الشريعة، هذه ليه يدرسها؟ ليش يدرسها؟ إحنا ندرس منهج علمي، إيش دخل الكتاب الشرعي في الموضوع؟ فالموضوع صار جدا يحتاج إلى تنظيم، لأنه أنا حاس إنه هذا الدين دخل في حياتي، صار صعب من جد إنه نفصلها. يعني الحين حتى الناس صارت تاخذ افكار علميه خاطئه، لا بس من 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 افكار دينيه وهرطقات وحاجات ميتافيزيقيه ما لها اي علاقه بالدين. صار عندنا المعرفه جدا مركبه، صار عندنا وهم معرفه، صار عندنا معرفه، معاييرنا صارت جدا مزدوجه، صار عندنا الفاصل الوحيد اللي بيفصل ما بين الصح والخطأ عندنا صار فاصل ديني، إيش الحلال والحرام. إحنا ما عندنا صح وخطأ، إحنا عندنا ذا حلال ولا حرام.
فأنا مضطرة، أنا كوضعي كمرأة مضطرة أن أتكلم عن الإسلام، لأن الإسلام اللي هو اللي ضرني في مجتمعي. أنا ليش أتكلم عن المسيحية؟ المسيحية عندهم مسيحيين بيتكلمون عن الأخطاء الموجودة في الدين، يتكلمون عن مجتمعاتهم ويسعون إلى إصلاح مجتمعهم. أنا علي أصلح مجتمعي، أتكلم عن الأخطاء الموجودة في مجتمعي، أتكلم عن الضرر اللي قدموا لي هذا الدين، أتكلم على وضع المرأة في مجتمعاتنا، والدين بيلعب دور جدا كبير. احنا نتكلم عن استلاب عقائدي مورس على النساء. المرأة حرمت من حياتها كله، قمصت، قلص إمكانياتها لمجرد انه في هناك دين، في هناك مشايخ دين بيقول لها المرأة المفروض تقعد في البيت، وقرهن في بيوتهن، لا قدرت تشتغل، لا قدرت تسوق، لا يعني الحاجات هذه صار الحين صار في بعض نوع من التغيير، لأنه أوردي بدينا نجدد الفكر الإسلامي. فهذه بالنسبة لي أتمنى أنه يكون جواب واضح لك ولغيرك اللي دائما تسألون أسئلة ليش ما أتكلم عن المسيحية. أنا ليه أتكلم عن المسيحية؟ مقطوع حبل سري أنا في نيويورك أنا، وليش؟ أنا بنت مجتمع إسلامي. تفضل يا عبد الرحمن. أوف والله ربي ما بغى تخلص. كويس يا أختي، أي واحد عنده مشكلة في ناس مختصين، عندنا هيئة الأمر بالمعروف، عندنا مشايخ، عندنا هم الأدرى، لو عندك مشكلة هم الأدرى، هم حيجاوبونا. هذا واحد. اثنين، إذا عندك مشكلة ابحثي عن سبحان الله، سلم نفسك للجلاد. شايف واحد يسلم نفسه للجلاد؟ شايف واحد يسلم نفسه الأسد الغابة على مودي على مودياتله؟ بكل بساطة، حلو، الدكتور قاعد تشرح له قديش هي تعبت كامرأة من الاستلاب العقائدي، يروح يقول له روح الهيئة النهي المعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن البرجر، الأكل بالملفوف، والنهي عن البرجر. أي يعني بكل بساطة هم سبب الاستلاب العقائدي هذا، حلو، وأكبر ناس عندهم عنصرية وكره للمرأة يقول لها روحي لهم. أنا صراحة مغيبين يا داني، مغيبين فكريا يعني فكريا تماما يا رجل. أنا استاذنكم دكتور، أنا استاذنكم، أنا لي حاليا صدق فعليا 6 ساعات قاعد أبث التقطعات، ولكن 6 ساعات هي، أنا تعبت جدا. شكرا لكم، شكرا للدكتورة، شكرا لوجيك، شكرا يا دكتور، شكرا دكتورة، نراكم غدا في وقت لاحق، ولا تنسونا قبل كل حديث، اللهم لعن محمد وآل محمد كما لعنت إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وخلنك محمد وآل محمد كما خلنت إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. تفضل يا دكتور، عندك شيء تقوله؟ وتحرق، ألا تحرق أطفال أبرياء؟ هذه معناتها الفكرة، قبل أن نقول واجب الوجود وغير موجود وخلق والبيج بونج ولا معناتها التطور وكل هذا، دعنا نجيب على أسئلة ملموسة. نزيد لك تدخل بسيط جدا فقط. وهل تظن أنه يعني في الكرة، في هذه الكرة الأرضية ولا مسطحة ولا كيف كانت، أنه كاين حومة حارة أنبياء، حارة فقط،